أنا أستغرب عدم مشاركة أي من الجهات اللي تحدثت عنها الصحافة. وبالمناسبة أنا كلنا نؤكد ونؤيد العمل الصحفي اللي تقوم فيه الصحافة المحلية من خلال كشف بعض المخالفات، وهذا لا عيب فيه ولا ضرر فيه. الصحافة طبعا متعارف علينا أو معروف عنها أنها ليست جهة تحقيق ولا جهة محاسبة، إنما هي تعرض ما لديها من تكشف. نعم. حقائق على الأرض وتطرحها للمسؤولين لمتابعتهم للقشرة، وهكذا حصل. أنا أستغرب عدم مشاركة المسؤولين في تلك الجمعيات. إحنا بشكل عام أنا أعتقد أن نفترض في مخير المسؤولين بالذات العوفي أو غيره، ولكن لا يعني هذا أنه لا يقع أخطاء أبدا. مستحيل أنه يتابع مثل ما صرح كل ما يتم توزيعه على المحتاجين، وبالتالي المتوقع أن يحدث هناك مخالفات، وهذا أنا أعتقد أنه أمر طبيعي. الطبيعي أنه يحضر ويناقش أو يتصل ويناقش ويوضح الأخطاء اللي حصلت ويطرح الحلول لها، هذا هو الصحيح. نعم. بالنسبة لما يقع في المجتمع السعودي من عمل خيري مثل ما قلنا سيستمر، ولكن هناك أخطاء. نعم هناك أخطاء، سواء نعم. أخطاء رقابية أو أخطاء إدارية داخل أو أخطاء تنظيمية داخل توزيع العمل الخيري. ولذلك سعت الدولة من بعد خصوصا أحداث 11 سبتمبر إلى ضبط تلك العملية حتى لا تذهب تبرعات المواطنين أو زكواتهم أو صدقاتهم إلى غير مستحقيها، اللي ممكن بالعكس تعود على المجتمع السعودي بالضرر. لذلك هنا الخطورة أنه لا نريد ابدا ان تفقد جميع المجتمع السعودي انه يفتقد نعم. يفتقد الثقه في اهل الجهات الخيريه. نعم نعم انا عموما نعم. راح اتساعد انا وياك اليوم في ان نتبنى احيانا وجهات النظر الغائبه قدر الامكان، حتى نحاول يعني انه نمثل كل الاراء ونصل الى الحقيقه. طبعا في اكثر من حدث او واقعه هنا راح نحللها اليوم، لكن خلينا نبقى في الموضوع اللي هو بدينا فيه، وخصوصا انه التحقيقات يعني لا تزال جاريه منذ الاسبوع الماضي لمعرفه مدى تورط مسؤولين في جمعيه خيريه في كبرى في منطقه المدينه المنوره، يعني كما ذكرنا بتهمه تعطيل اخراج زكاه عيد الفطر وتخزينها في مستودعات دون مبرر. الا ترى ان يعني هذه الحادثه يعني تستدعي عادة النظر في أنظمة الرقابة على أعمال الجمعيات الخيرية وطريقة توزيع أو طريقة يعني توزيعها هي لأموال المحسنين؟ صوت انقطع. ما أدري سمعت السؤال أم لا من البداية؟ طيب إذا خلل مرة أخرى، إن شاء الله نعاود الاتصال في الأستاذ عبد الله. راح يكون ايضا معنا على الهاتف بعد قليل عضو مجلس الشورى السعودي الدكتور صدقه فاضل حتى نتحدث عن دور مجلس الشورى في هذا الموضوع. واحب انوه انه اي مقترحات او شيء ترسلونها على الايميل اللي ظهر قبل شوي على الشاشه واعطونا اياه مره ثانيه، حتى يعني كل الاراء او اي مشاكل اخرى ان شاء الله نتابعها ونحلها ان شاء الله مستقبلا. ما نحلها عفوا، يا ليت نقدر نحلها، غلطه مطبعيه بس نناقشها، والمسؤولين اذا شافوها وشافوها تستحق الحل حلوها. ولو نقدر احنا نحل بعض الامور الانسانيه نحلها، لكن في بعض الامور مرتبطه بالاجراءات والانظمه يعني احيانا ما لنا الا النقاش او كشف القضايا الخاطئه. اعود لك استاذ عبد الله، اليوم معليش ما ادري ايش صاير، حظنا سيء، قاعدين نقطع معاك الخط. انا كنت اقول انه التحقيقات لا تزال جاريه من الاسبوع الماضي لمعرفه مدى تورط طبعا مسؤولين في 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 الجمعيه اللي في المدينه المنوره. التهمه طبعا هي تعطيل اخراج زكاه عيد الفطر وتخزينها في مستودعات دون مبرر. يعني الا ترى ان هذه الحادثه تستدعي اعاده النظر في انظمه الرقابه على اعمال الجمعيات الخيريه وطريقة توزيعها لأموال المحسنين؟ أكيد أكيد بلا شك. حتى من غير ما تقع تلك الأخطاء واضح جدا أنه العمل الخير في المملكة يتزايد، وبالتالي محتاج إلى تنظيم أكثر دقة، تنظيم أكثر سهولة وسرعة لوصول التبرعات والزكوات والصدقات إلى مستحقيها داخل المملكة. لابد يكون هناك آلية حقيقة تنطلق من وزارة الشؤون الاجتماعية وهي والوزارة المسؤولة، ولا يكتف فقط بعملية التنظيم فقط، إنما أيضا مراجعة
للجانب الرقابي لا يترك العمل على علته. الجانب الرقابي يشمل تلك التبرعات ويشمل العاملين حتى في تلك التبرعات، يشمل ملفات العاملين في تلك التبرعات حتى لا يتسرب إلى الجمعيات مخالفين، كما لاحظنا في الأخبار في خبر عكاظ تحديدا أن هناك مجموعة من غير من المخالفين، حقيقة أنا أعتبرهم من غير السعوديين الموجودين اللي دخلوا في هذا المجال. وكلنا نعرف جميعا أن زكاة رمضان أو زكاة الفطر وأيضا حتى الأضاحي فرصة لدخول ذوي الأنفس الضعيفة لجلب أموال حقيقة غير مشروعة، ولا يهمهم طبعا اللي يجلب الأموال مشروعة ما نعم. يدخل من جانب الخيري أو غير جانب خيري نعم. المهم نعم في إدارة للماء. نعم عندنا نتحدث إحنا عن أنه غير سعوديين، يعني المشكلة اليوم هنا أنه في ساحة يعني كأنها مهيئة لمثل هذا الفساد، سواء كانوا سعوديين ولا غير سعوديين، يعني اللي يتحمل الجهة التي تضع النظام أو تتابع النظام. هذا صحيح، البيئة بيئة العمل مهيئة للمزيد من المخالفات أو لوجود مخالفات، ولكن إذا كان وجود مخالفين تكون الوضع أشد حقيقة، لأن التركيز أساسا على الحقيقة السرقة بكل ما تعني الكلمة، وبعد ذلك لا يهم، لن تجد المخالف ولن تجد أبدا من يعني يبحث يجده، خلاص انتهت قضيته. التركيز على النقطة الأساسية، لابد من إعادة تنظيم العمل الخيري وتنظيم آلية التبرعات، والأهم من هذا كله أن يكون المواطن المتبرع على دراية وعلم كامل كيف يتم التبرع والمصارف التي تذهب تبرعاته إليها، وعلى رأسها الزكاة. هو صحيح عندما يتبرع بالزكاة خلاص أبرأ ذمته، ولكن يطمئن أكثر إلى تلك الجمعيات حتى يتم الاستمرار في التعاطي معها. نعم.